من بين الخصائص المهمة في الرياضيات هناك خاصية تسمى التبادلية دونك باللغة العربية، وبالفرنسية نقول لا كوميتاتيفيتي. دونك هذه الخاصية هي مرتبطة بالأساس بعملية الجمع وعملية الضرب. دونك في هذه الحصة عن طريق هذه البرمجية التي قمت بإنشائها عبر الجوجيبرا سنقوم بدراسة هذا المفهوم. فهنا سنقتصر أولا على مفهوم التبادلية بالنسبة للجمع، وبعدها ننتقل إلى نفس المفهوم عندما يكون لدينا عملية الضرب. دونك من خلال هذه الأمثلة ومن خلال هذه الأمثلة دونك هنا يمكنني إنشاء مجموعة من الأمثلة عن طريق الضغط على هذا الزر. دونك أمثلة بطبيعة الحال يمكن توليدها بطريقة عشوائية. دونك مثلا هنا 48 زائد 4 تساوي 52. دونك نقول إن هذا التعبير هو عبارة عن مجموع. دونك 52 هو مجموع العددين 48 و 4. العدد 48 يسمى الحد الأول، والعدد 4 يسمى الحد الثاني. دونك لدراسة هذا المفهوم، مفهوم التبادلية، سنحتاج إلى هذا الزر هنا لأقوم بتغيير أماكن العددين 48 و 4. سأجعل مكان العدد 48 أجعله العدد 4، ومكان العدد 4 أجعله العدد 48، ثم سنلاحظ ماذا سيحدث. لاحظوا معي هنا، لاحظوا جيدا. هنا نقوم بتغيير أماكن العددين. العدد 4 يتواجد هنا في المكان الأول، يمكننا أن أجعله في المكان الثاني، والعدد 48 يتواجد في المكان الثاني، يمكننا أن أجعله في المكان الأول. الملاحظة التي نحصل عليها هي أن العدد 52 لم يتغير، يعني أن مجموع العددين 48 و 4 لم يتغير، رغم أننا قمنا بتغيير أماكن العددين 48 و 4. يمكننا دراسة مثال آخر. دونك 66 زائد 3 تساوي 69. دونك يمكننا أن نغير مكان العددين كذلك، وتصبح 3 زائد 66. دونك 3 زائد 66 بطبيعة الحال هي كذلك 69. دونك نلاحظ أن نتيجة العملية، عملية حسابية التي هي عبارة عن جمع، لم تتغير رغم أننا قمنا بتغيير أماكن العددين. دونك بصفة عامة ماذا نقول؟ نقول إن مجموع عددين عشريين، مجموع عددين عشريين لا يتغير إذا قمنا بتغيير ترتيب حدوده. دونك العدد الأول يسمى الحد الأول، 66 مثلا هنا يسمى الحد الأول، والعدد 3 يسمى الحد الثاني. وعندما أقوم بتغيير أماكنهما دونك سيصبح العدد 3 في المكان الأول يسمى الحد الأول، والعدد 66 سيصبح في الحد الثاني. دونك أعيد، لا يتغير مجموع عددين عشريين إذا قمنا بتغيير ترتيب حدوده. بصفة عامة نقول إن عملية الجمع هي عملية تبادلية بالفرنسية. L'addition est une opération commutative، c'est-à-dire A plus B égale B plus A. دونك مثلا هنا 3 زائد 66، دونك A plus B 3 زائد 66 تساوي، إذا قمنا بتغيير الأماكن ستصبح 66 زائد 3. يعني بصفة عامة A plus B égale B plus A. سننتقل إلى عملية الضرب. دونك هنا غادي نلاحظوا أن المثال يتعلق بعملية الضرب. 66 ضربة في 3 تساوي 198. ماذا سيحدث إذا قمنا بتغيير أماكن العددين 3 و 66؟ دونك هنا أولا أقول إن العدد 198 هو جذاء العددين 66 و 3. العدد 198 هو جذاء العددين 66 و 3. العدد 66 هنا يسمى العامل الأول، والعدد 3 يسمى العامل الثاني. دونك ألاحظ أنني سأقوم كذلك بنفس العملية التي قمت بها سابقا، ألا وهي تغيير أماكن العددين. يعني سأقوم بتغيير أماكن العوامل هنا. دونك مكان العدد 3 سيصبح العدد 66، ومكان العدد 66 سيصبح العدد 3. نفس الملاحظة السابقة، نلاحظ أن النتيجة لم تتغير رغم أننا قمنا بتغيير أماكن العددين. يمكننا دراسة مثال آخر. دونك أكرر أنني هنا أقوم بشرح هذه الخاصية فقط بالنسبة للأعداد الموجبة، لأننا لم ندرس بعد الأعداد السالبة بالنسبة للأولى إعدادي. دونك نأخذ هذا المثال، دونك 64 ضرب في 34 تساوي 2176. وإذا قمنا بتغيير أماكن العددين سنحصل على 34 ضرب في 64، وكذلك سنحصل على نفس الجذاء. دونك نقول إن جذاء عددين عشريين لا يتغير إذا قمنا بتغيير ترتيب عوامله. أعيد، لا يتغير جذاء عددين عشريين إذا قمنا بتغيير ترتيب عوامله. دونك بصفة عامة نقول إن عملية الضرب هي عملية تبادلية كذلك. الفرنسية la multiplication est une opération commutative. هذا ماذا يعني رياضيا؟ يعني أن A في B تساوي B في A. يعني 34 مضربة في 64
تساوي 64 مضروبة في 34. دونك شكرا على تفهمكم وإلى حصة مقبلة.